ما اروح لروسيا النهارده اللي طلعت قرار قال لك عودة الطيران الروسي الى 3 دول من بينها مصر، انا فرحت وكنت عايز ازغرط، ما بعرفش ازغرط بس قلت حلو السياحة الروسية هترجع وال3 مليون سايح هيرجعوا لنا. لما قريت نص الخبر قال لك 3 رحلات الى مطار القاهرة، ما كان في قبل كده رحلات الى مطار القاهرة، هو فين المشكلة؟ يعني انا عايز رحلات للغردقة وشرم الشيخ، يعني انا عايز الطيران الروسي اللي يروح للغردقة وشرم الشيخ، لان انا لو وصل الى القاهرة هل هقدر ان انا اطلع رحلات تاني؟ ما التكلفة هتزيد. هم ليه في روسيا؟ انا مقدر طبعا بس مصرين على كده. فات على الحادث الإرهاب البشع للطائرة الروسية، فات عليه 4 سنين. معي على التليفون الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن السياحي الأستاذ مصطفى النجار. مساء الفل أستاذ مصطفى. مساء الخير يا أستاذ محمد. لماذا اقتصر قرار عودة الطيران الروسي وهو كان جه قبل كده إلى مطار القاهرة فقط ولم يتم الإفراج عن أو السماح بأن الطيران الروسي يهبط في مطارات الغردقة وشرم الشيخ؟ عاوزين نفرق بين حاجتين. السياحة دايما بنقول عصب السياحة هو الطيران الشارتر اللي بينقل الحركة السياحية من الدول المختلفة إلى مقصدناه. الطيران الريجولر او المنتظم او التجاري او العادي ملوش علاقه بهذا الموضوع، موضوعين مختلفين تماما. كل اللي حصل انه الحكومه الروسيه قررت ترجع الطيران المنتظم لمطار القاهره، واعتقد ده حصل قبل كده ايام كاس العالم. نعم، في بيزنس شغال بين البلد، في مؤتمر، في كذا، بين هنا وهنا، في ناس رايحه، في شغل يعني يمين شمال، ماشي الطيران ده يرجع لو عليه طلب، ولو الطيران هتملي ممكن تبقى محدود على جدول وما تطلعش، ما فيش زباين، ما فيش شغل. ده مختلف تماما عن الطيران الشارتر اللي هو بيجيب السياحه. ده ما فيش كلام عليه دلوقتي، وما ده موضوع يعني مش وقته بقى دلوقتي، يعني ما هواش الحدث النهارده. النهارده ان في محاوله ان يبقى في بيزنس وشغل بين البلدين. لكن السياحي لا، لسه السياحي لسه، لا لسه. طب الوضع السياحي، يعني انا قريت تقارير دوليه بتتكلم عن مصر ان احنا جالنا 100,000 سائح الشهر الماضي. ما هو في يا استاذ محمد، يعني انت عارفني انا دايما يعني زي ما بيقولوا بالورق ولا، عاوز نبقى موضوعيين واقعيين. نعم، اما يجي لك 100,000 سائح وانت بيجي لك 14 مليون ولا 12 مليون ده موضوع يعني مش رقم، بس ما انا بحطه يعني يا استاذ مصطفى في سياقه ان انا عندي ازمه كورونا عالميه وكندا قفلت طيران. انا عاوز اقول لك بقى ايه بقى، لازم ما نستعجلش شويه. انت امام ازمه لم يحدث لها مثيل في تاريخ البشريه. صحيح. وبالتالي السياحه والطيران اول او اعلى او اكثر القطاعات تاثرا على مستوى العالم كله. وبالتالي رجوع حركه السياحه والسفر في العالم مرتبط بالعالم كله ومرتبط بقضية أخطر وأهم، وهي قدرة المواطن على التغلب على الخوف أنه يركب طيارة ويسافر. خد بالك، 100,000 هنا أو في دولة ما أو يمين ولا شمال راحوا يا إما ليه فلوس عند شركة سياحة يا إما ما تيجي السعر منخفض. إيه ده، تخليص حق يعني. لكن لسه السائح من أي دولة في العالم متخوف يركب طيارة. فإمتى بقى إحنا نقول إن إحنا خلاص بدأت السياحة؟ بدأت أولاً هيبقى ده مرتبط بوجود علاج أو لقاح للكورونا. مش ممكن قبل كده هترجع الحركة زي ما كانت، مش ممكن، مستحيل. على كل دول العالم مش مصر بس، على كل دول العالم مش مصر. ما إحنا مش عاوزين نجلد نفسنا بنقول إن عندنا خطأ، لا ما عندناش، إحنا زينا زي العالم. فلسه بدري، يعني ما بقاش نقول الناس تقعد تقول لا ده الشهر ده والشهر الجاي، لا لا، لسه كتير. تكلمني سيادتك يوم اللقاح يطلع وتبدا الناس تاخده وبعديها بكام شهر. ولانه قلت انا قبل كده او كلمت مع سيادتك قبل كده وقلت انه السياحه الحركه دي اللي انت بدات بيه في الاول مرتبطه بالشارتر اللي هو يروح المدن السياحيه في العالم. الشارتر ده جداول، يعني ما في مش يلا بكره نرجع، هنرجع بكره.
طب كلمنا عن المقاصد السياحية الشهيرة في العالم، كلمنا عن باريس، كلمنا على إسبانيا، هل عدد نفس السياحة؟ الأزمة، نفس الأزمة. هو الفرق الوحيد بينك وبين باريس أو أوروبا إن أوروبا في بعض الدول فتحت بينها وبين بعض داخليا، أنت تقدر تعتبرها سياحة داخلية. بيروحوا بعربية بطيارة، لكن طيارة. عالميا السياحة شبه متوقفة حتى الآن. ده متوقفة مؤكد مؤكد. ولذلك بقى إيه؟ إحنا لازم نستغل هذه الفترة، لأنه ما فيش حل، مش هتقدر تعمل حاجة، أنت مش خارج بره إلا لما المصل يظهر. بالظبط. أنت لازم بقى تستغل الفترة دي في إنك زي ما بيقولوا التعبير الدارج ترتب الإيد من الداخل، تشتغل تستعد. وأنا شايف في هذا الاتجاه الدولة شغالة كويس جدا. اللي بيحصل في العالمين ده شيء جميل جدا، إنك تفتح مقصد سياحي، مقصد جديد، سياحي جديد جديد زي ما قلنا. أنا السخنة يعني الجلالة، السخنة الجلالة، الطرق، كل على فكرة كل ده سياحة. أنا يمكن مرة قلت لك من أيام الرئيس عبد الناصر الله يرحمه، وكان الدكتور عبد القادر حاتم هو وزير السياحة، ودعي مرة ما لزيارة الجنرال فرانكو في أسبانيا، وقال له نعمل إيه في السياحة، عاوزين نعمل مش عارف إيه. كان الدكتور حاتم رحمة الله عليه بيحكي لي، بيقول لي الجنرال فرانكو كان يسألوه هنعمل طريق من مكان لمكان، يقول له ما يخدم السياحة، يقولوا له آه اعملوه، لا يبقى لا. يعني أرجع أقول لك إنك لازم تستعد دلوقتي. فأنت دلوقتي بتعمل بنية أساسية هائلة جدا، طرق غير طبيعية، دي لخدمة الحركة والتنمية والسياح، بتعمل وبتبني فنادق وبتبني مطارات، تبني مطارات. كل ده فترة مهمة جدا، لكن برضو بس ده اللي بتعمله الدولة. هيبقى على القطاع السياحي قضية أخرى هامة، تنظيم البيت بقى، تنظيم ميكانيزم الحركة. وانت كمان مش ممكن هتفضل سايب الأمور. أنا عارف إن الناس معذورة والمستثمرين معذورين، ويبيع الأوضة بأي سعر، يقولك أنا عاوز أسدد أي مرتبات، لكن برضو مفيش في منطق يقول انك ما تبيعش الاوضه للاجنبي ب 20 دولار في فندق 5 ستارز يعني 300 جنيه وتبيعها للمصري. حاليا السياحه في العالم عدد بنسبه كم في المية؟ 10% مثلا؟ يعني بتتفاوت، لكن في المجمل العام كده انت خسرت ملايين الوظائف في العالم، وخسرت يعني 10-20% ماكسيمم في بعض الاماكن، لكن ما رجعتش. وهنفضل متوقفين يعني مش شهر ولا 2-3. إذا قرار عودة طيران الروس المات ده قرار سياسي بقى، يعني لخدمة يعني الحركة التجارية مثلا. بالضبط. الطيران الروسي اللي هو المنتظم العادي ده ملوش علاقة بالموضوع السياحة، وده لسه مش أشكرك الكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى النجار.